اي نقطه موجوده على بوت لوكس لازم تحقق شرطين. ايش هم الشرطين؟ ماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. اذا احنا بنتذكر لما بسكر اللوب تبعت السيستم راح يصير عندي 1 زائد k f of z بيساوي 0 او 1 بيساوي minus k f of z. اذا k بتساوي minus 1 على f of z. طلع على هاي المعادله. هاي المعادله المهمه اللي منها راح اطلع الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. هلا لو انه هذه ريل، لو انه كل شيء عندي هون ريل ما بيطلعش عندي غير شرط واحد، بس لانه هذا كومبلكس راح يطلع معي شرطين. شو الشرطين لازم يتحققوا الان؟ انا هون عمالي بقول انه الابسولوت فاليو تبع كي، كي اصلا ريل، بس الابسولوت فاليو تبع كي بده يساوي 1 على الابسولوت فاليو تبع اف او زد. اختفت الماينس 1. ليش اختفت الماينس 1؟ الماينس انا عمالي بحكي عن ماجنتيود كونديشن، وكمان عندي الانجل تبعت كي بدها تساوي عندي هلا هون تساوي، او خلينا نحطها بهذا الشكل، كانه هون عندي ماينس كي بتساوي 1 على اف اوف زد. اذا عندي ماينس 180 ومضاعفاتها اللي هي 2 كي او 2 ان، خلينا نحطها 2 ان بلس 1 بدها تساوي زاويه اف اوف زد. طيب شو يعني زاويه اف اوف زد؟ ايش معناها؟ ايش معنى زاويه اف اوف زد؟ لو احنا جينا طلعنا على رقم قلنا 5، قديش زاوية 5؟ 0. قديش زاوية ج؟ 90. قديش زاوية ماينس ج؟ 90. طيب قديش زاوية 5 زائد 3 ج؟ 3 على 5 مش هيك؟ 6 بالعشرة. طيب ايش زاوية 5 زائد 3 ج على 2 زائد ج؟ هاي نقطتها نقصتها اللي هي زاوية هاي ناقص زاوية هاي. طيب ايش زاوية 5 زائد 3 ج في 2 زائد ج؟ هاي القاعدة العامة، هاي القاعدة العامة. أنا كل شيء هون رح يطلع لما بعوض، بس هذا بده يكون صحيح وين؟ وين رح يكون صحيح؟ على أي قيمة من زد لازم يكون هذا صحيح؟ هل هو صحيح هون؟ على الروت لوكس. إذا أي نقطة تقع على روت لوكس إيش لازم تحقق؟ لازم تحقق الشرطين هذول. الماجنتيود كونديشن ما راح نحتاجه اليوم، نحتاجه عقل أو نحتاجه لما بنطلع إيش قيمة كي. بس لما بنطلع إن و بي شو بستعمل؟ الأنجل كونديشن. الأنجل كونديشن بقول إنه أي نقطة موجودة على هذا الروت لوكس، هاي النقطة كيف بحددها اللي موجودة على الروت لوكس؟ إيش اللي بحدد لي إياها؟ كيف بحدد لي إنه هاي النقطة الموجودة على الروت لوكس؟ شو الإحداثيات؟ وين الإحداثيات؟ هي إحداثياتها. النقطة اللي موجودة على الروت لوكس هي احداثياتها، معناها لو اخذتها وعوضتها في اف وزد، بس اف وزد مين راح تكون هلا بالحالة هاي؟ راح تكون البلانت مع الكومبنسيتر. ايش لازم تحقق عندي الشرط؟ لازم تحقق عندي الانجل كونديشن. فلما بعوض محل زد، هلا شو بعوض محل زد في البلانت والكومبنسيتر؟ اي واحدة من هدول بعوض؟ البلس ولا الماينس؟ اي واحدة من هدول؟ التنتين صحيحات. لو اخذت انت هاي اللي هون عوضتها لازم يكون الشرط صحيح، فلازم يطلع معي مجموع الزوايا قديش؟ بده يطلع معي 180 درجه ناقص 180 زائد 180 ما بصيرش يطلع زيرو، لازم يطلع مضاعفات المضاعفات الفرديه لل 180. ايش يعني؟ يعني يا ناقص 180 يا زائد 180 يا ناقص 180 في 3 يا زائد 180 في 3 540 وهكذا، لتكون مضاعفات ال 180، لانه 180 او 540 هي نفس الزاويه مش هيك؟ إذا هاي هذا هو الشرط اللي على أساسه رح نطلع قيم N